برجاوية بالكسرين. اليوم عندنا اختتام البطولة الوطنية للمطالعة، نبغش حضروا القائمة المترشحين على ولاية الكسرين، 60 مترشح من الفئات العمرية المشاركين معنا. عندنا 5 دفاتر باش يشاركوا بهم المترشحين، الدفتر الأحمر 10 مشتركين، الدفتر الأخضر 10 مشتركين، الدفتر البرتقالي 10 مشتركين، والأزرق 10 مشتركين، والأسود 10 مشتركين. اليوم بدينا الساعة 10 اللجنة الجهوية لاختيار المترشحين عن معتمديات المكتبات المحلية بالقصرين. حظ موفق الجميع ومشكورين ولا قصرين مكبتكم الأنشطة الثقافية بالجهة. نشارك في المسابقة الوطنية المسابقة الجهوية، لخصت قصص معظمهم البومة والثروة والصياد، الكلب والعصفور، الديك والثعلب، والكثير من الكثير من القصص. وننصح الأطفال اللي في سني أو في سن معين إنهم يقروا القصص المطالعة. صباح الخير، اسمي ليلى حبيب، وأعجبتني مسابقة المطالعة لأنها أشرحت صدري ويعني أكثرت في التلخيص، وأعجبتني فكرتهم لأنهم أرادوا أن يعطوا التلاميذ فكرة بأن يطالعوا ويلخصوا.